السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في فقرتكم وفقرتنا خذ العلم من مراجل 72. صبح عليكم كل خير وصبح على نقادنا المبدعين والمميزين، صبحك الله بالخير ابو مناحي. مرحبا وبس علي ابو فرح، صباح الخير. 72 تقول يعني البرنامج راح خلاص. أيوة ما عاد الا الخير ان شاء الله. اي أيوة والله، اتمنى التوفيق للشباب. اسعد الله صباحكم جمهورنا الغالي، اسعد الله صباحكم زملائي النقاد. ديله ان شاء الله مليئه بالسلام والموده ان شاء الله. ابو حمود صباح الخير، ووصلنا 72 يا ابو حمود. صباح النور والسرور يا ابو فرح، مرحبا ومسهلا بك ابو مناحي وابو نزي في غيابه والجمهور الفاضل محب هذه الشاشه والمتسابقين اللي في ذمتي يغادرون هذه الفقره يتمسسون رؤوسهم هم سووا. طيب جهزوا لي عبد الرحمن الفهري ضيفنا ومتسابقنا ومبدعنا اللي جاء قبل يومين. ابو مناحي كيف شفت المتسابق عبد الرحمن الفهري في اول، مع انه صعب الحكم لكن فيه مرئيات للشخص وللمتسابق يراها الناقد بعكس غيره؟ والله شوف عبد الرحمن الان تم لها يوم يعتبر في القناه في القريه، متواجد الولد حاضر بريتم عالي بريتي عالي، بس انه الان ما عرف يواكب الشباب او الشباب ما يتقبلون الضيوف الى الان، ما انا ما ادري وش المشكله عندهم. علشان رايد الحربي فرض نفسه ممكن بعضهم ما تقبله، علشان عبد الرحمن الفهري ممكن لاحظوا ان الجمهور بدا يتفاعل مع المتسابق الجديد، حتى اني اشوف تغريده البارح من بعض المغردين يقولون البديلين المفروض انهم من بدايه النسخه، لان احنا شفنا فيهم روح ما شفناها بالشباب. يعني ما شاء الله عبد الرحمن حضر حضور جميل لدرجه انه البارح كان اتوقع في الترند اذا ماني غلطان، ولا متاكد انه في الترند متاكد البارح. نعم بس انه متاكد ويتقهوى شاهي بعد. نعم نعم هذا، لكن رزقكم بالسماء وما توعدون. بعد يعترضون المتسابقين ليش الجمهور يحبه، ليش الجمهور يغرد عنه، لا مو بصحيح. هذا القبول من الله والمحبه من الله. نعم ابو حمود وش تقول في عبد الرحمن الفهري، خصوصا البارح اول يوم له او اول ليله ترند؟ شفتوا الرجال اللي مثل عبد الرحمن اللي جاي بهدوء وبثقل وراكد وجالس بين المتسابقين ويناظر فيهم ويدرسهم ويقول في خاطره هي اجل انت فله ها طيب، وانت ماكل الجو طيب، وانت تاخذها يا فلان بالتصريحات البايخه طيب، درسهم كلهم البارحه الين خلص منهم، ثم بياخذها قدامهم برضاهم. وش هو التواجد؟ الظهور على الشاشه، كل اللي كانوا يقدمونه بياخذه وبيقدمه بطريقه جميله هم عرفوا يقدمونه.